السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أهلا بكم على قناتي المتخصصة في شرح دروس المتوسط والابتدائي إنجليزية إذن هذا الفيديو خاص بالسنة الثالثة متوسط فرد خاص بالفصل الأول المقطع الأول اللي يحكي على مي my اهتماماتي, my abilities, uh, إمكانياتي ماذا أستطيع أن أفعل وماذا لا أستطيع أن أفعل and my personality شخصيتي good توقع أن الوضعية الإدماجية والنص يكون يحكي مثلا شخص يعرف نفسه يقدم نيم ايج العمر تاعو سواء الاسم المدرسة دان يحكي يقولكم واش يقدر يدير باستعمال كان واش ما يقدرش يدير باستعمال كانت واش يحب يدير باستعمال مثلا لايك كينون فوندا سواء العبارة تاع الاهتمام سواء واش ما يحبش يدير باستعمال ديسلايك هيت دونت لايك Uh, not a uh, keen on not fond of good then also يش يعبر على personality تاعو الشخصية تاعو عندنا positive adjectives وعندنا negative adjectives يعبروا على الشخصية كيما واحد smart هذه صفة إيجابية واحد هذه uh, رود قبيح هذه صفة سلبية إن شاء الله راح تكون مراجعة خاصة بالثالثة متوسط قريبا على القناة فقط اشتركوا بالقناة فعلوا الجرس ان شاء الله يفيدكم الدروس توجد وضعيه ادماجيه مفصله كيفاش تكون في الفصل الاول الفيديو تاعها رابط الفيديو تجدونه في اول تعليق نبداو مع بعض في شرح النص لدينا هذا النص سو هالو مرحبا ماي name is Mark Gilbert سو هنا ذيس از ذا نيم غود ام 13 years old Canadian boy هنا ايج Nationality جنسية كندية أنا طفل كندي عمري 13 سنة I live in a small town called Kanata أعيش في مدينة صغيرة town city تدعى ولا تسمى كاناتا not far from the capital city Ottawa ليست بعيدة عن العاصمة Ottawa I go to Carleton Middle School أذهب إلى المدرسه المتوسطه اسمها كارلتون. with my two best friends Tommy and Fred مع اصدقائي المفضلين الاثنين Tommy and Fred Tommy Fred and I Tommy Fred وانا are members of the school football team نحن اعضاء في فريق كره القدم المدرسي I am the leader of the team انا قائد الفريق I love playing football. أحب لعب كرة القدم. I'm also keen on learning languages. أنا كذلك مغرم بتعلم اللغات. We have French and German classes. لدينا أقسام لدروس الفرنسية والألمانية twice مرتين a week في الأسبوع. I can speak French very well. أستطيع تكلم الإنجليز الفرنسية sorry جيدا. But I can't understand German. It's too difficult. لكني لا أستطيع أن أفهم جيرمان فهي صعبة جدا paragraph 2 هذه paragraph 3 me and my friends are always together أنا, أنا وأصدقائي دائما مع بعض Tommy is such a funny boy Tommy هو طفل, طفل مضحك فاني and so on he tells jokes يقول نيكت all the time Fred likes to chat too Fred كذلك. فرد كذلك يحب التحدث. But he can be very quiet sometimes. لكن هو يكون هادئ، quiet very جدا أحيانا. I'm a friendly boy. أنا شخص أحب الأصدقاء لطيف وودود. And I love spending time with my best friends. وأحب قضاء وقتي مع أصدقائي المفضلين. إذن هذا هو النص كما قلنا. عرف بنفسه. name, age, city, nationality, الجنسية uh, we have uh, also school, المدرسة حكينا كذلك على uh, friends, أصدقائه we have also his interests وشي حب good uh, then he's abilities الامكانيات تاعو واش يقدر عبرنا بكان واش يقدر يدير واش ما يقدرش نيبيليتي عبر عليها بكانت then هنا لاست paragraph بيرسوناليتي تاع تومي تاع فريد اند هيز بيرسوناليتي good نص واضح جدا شوفوا نو no كوشنز الاسئله Reading Comprehension Part 1 Read the text carefully and then do the following activities نقرأ النص ونجاوب على الأسئلة Activity 1 التمرين الأول Decide whether these statements are true or false or not mentioned So true صحيحة False خاطئة not mentioned يعني ليست مذكورة في النص We have Mark is an English teenager Mark هو English يعني الجنسية تاع بريطانية تينيجر هو تينيجر مراهق بريطاني so this is false because Mark is a Canadian boy من النص we have he is Canadian هو من كندا وليس من انجلترا Canadian كندا so false B He has two best friends. This is true. من النص عرفنا two best friends. اللي هما Tommy and Fred. Mark is fond of rap music. This is not mentioned. ما في النص. Good. ما لم يحكي rap music أبدا. His friend Fred loves chatting. Fred. This is true. من النص we have. Good. Fred likes to chat too, so he loves chatting. True. Next. Activity 2. Fill in the profile from the text. We have this profile. And first name, الاسم الأول. Last name, اللقب. Age, العمر. City, المدينة. Country, البلد. Personality, الشخصية. على Mark. So what do we have first name, عندنا Mark. من النص نشوفهم مع بعض. So we have first name, الاسم الاول Mark. Good. Family name Gilbert. Good. That's it. Then we have age 13. 13. City, Canada Country, Canada. Canada, we say Canada, not Canadian. We say Canada. Good. So city, Canada Country, Canada. personality الشخصية تاعو he is friendly that's it إذن هاد الإجابات activity 3 تمرين ثالث. find the text words that are closest in meaning to the following عندنا able to اللي هي can in easy اللي difficult easy سهل in easy صعب بالعكس تا easy من النص we have difficult موجودة في النص إذن able to هي yeah, كان in easy difficult next Find in the text the antonyms the opposites of the following words. Never. Always. Talkative. Quiet. Talkative. واحد يحكي بزاف. Opposite. تاع quiet. هادئ. Never. أبدا. تاع always. من النص. So we have here always. Opposite. Never. We have here quiet. Opposite. Talkative. next part two mastery of language activity one put the words in the correct order to get a coherent sentence or it's so here we have عادة نجيبو جمل مألوفين عندنا it's a question so question if w-h or h we have How often do you read? وتستعمل هذه للسؤال عن على frquency التكرار كم مرة تقرأ وي say I always read books مثلا ولا I never read books so how often do you read question mark good this is a sentence we have always we have subject I we have verb we have weekends at so هنا always لما يكون الverb verb عادي يجي قبله يجي بين subject والverb لما يكون verb to be يجي بعده مثلا I am always happy ونقول I always read books Good So we have here I always read at weekends I always read at weekends نقطة كينون كينون لي جي قبل ال verb ليجي ING And the subject I So we say و جي موراها verb to be I am keen on reading manga books I am keen on reading manga books. نقطة. Activity 2 Write the correct form of the verbs. عندنا verbs نصرفوهم. هنا توقعوا أنه الverbs يجيو مع كان ولا كانت. مع likes, dislikes, loved, keen on, and اللي يستعملوا للتعبير على interests. مع always و never. لما تشوفوا كان كانت الverb يجي as it is without to كيما راه. always whenever تصرفوا في present simple مع fond of keen on like and so on يجي الverb مع ال ing here what do we have number one Tommy can قلنا الverb عادي so Tommy can tell funny jokes tell مع كان و كانت الverb كمارة مع كل الضمائر Mark always عندنا always الverb يجي في present عندنا go و mark نعبرو عليه به present مع he she is تزيدو الverb إس s و es هنا الverb يخلص ب او سو so اي اس mark always goes to school with his friends اللي يحب الشرح تاع present simple موجود على القناة they fond of عندنا to be watch هنا قبل fond of يجي الverb to be مع I say I am fond of he he sorry he she is fond of we they are and so on you also are you are fond of they are fond of we are fond of so now they are fond of what watching football games watching football games that's it next activity 3 classify the following words according to the pronunciation of final s not the final s muhim موجود al القناة. نحو في الاخير اي اس ولا اس ونشوفوا الحرف اللي قبلهم سو so لانجويج ج جي مع ايز لانجويجز لايك like, ك جمع اس لايكس فريند د جمع زد فريندز كلاس اس مع ايز كلاسز سو الحروف اللي مع اس we have ك بي بي اتش جي اتش ت ف قد is We have S Z W We will be normally Z, vowels and other letters. Part now, part three Written expression Fred is Mark's best friend. Fred was a marker, Mufaddal. He wants to describe himself. حاب يوصف نفسه. Help Fred to write a short paragraph about himself. عاونو باش يكتب paragraph على روحو. Abilities الإمكانيات تاعو. Inabilities عدم الإمكانية عدم القدرة تاعو. Interests الإهتمامات. And his personality الشخصية. توقعوا أن الوضعية الإدماجية تاع التالتة متوسط في الفصل الأول تكون like, like this. يوجد فيديو على القناة شرح مبسط كيفاش تكتبو وضعية. خلي الرابط تاعو أول تعليق. make sure to use the following information from his profile هنا مدنا المعلومات good هنا مدنا المعلومات لأنه أنت مش راح روحك لما يقولك describe yourself your abilities your inabilities your, your interests your personality تستعمل المعلومات تاعك تستعمل آية ما سوا لما يقولك على شخص آخر ولا your friend your brother and so يمدلك المعلومات

So we say Hi, I am, sorry. Hi, I am Fred Bedford, nocta. I am thirteen years old Nocta. Uh, interest you I like, I am fond of, I am keen on. We say I like video games and I am keen on watching action films. Good. I can do karate. ability نستعملو كان I can do karate, inability نستعملو can't والverb verb كما راه, so we say I can't swim verb, ما نقولوش I can't swim in, I can't swim, inability. personality, I am friendly, فاصلة sociable and outgoing that's it, إذن هذا هو الوضعية الإدماجية شاهدوا الفيديو موجود في اول تعليق شرح سهل ومبسط للوضعية الادماجية المقترحة في الفرد والامتحان الفصل الاول بالتوفيق لكم جميعا ان شاء الله يفيدكم الفيديوهات الموجودة على القناة لايكس الفيديو عرضوا القناة على الزملاء and goodbye